في حاجة كنت عايز أقولها لك. أيوه. إن أنا بعد المعهد ما خلصته فرحت إن أنا دخلت معهد الفنون المسرحية. عشان خدت سنة. عشان هاخد سنة. خدت 6 سنين. لا والله. أيوه قاعد في الجيش الفترة بقى. أنت دخلت الحرب 67. ربنا قال لي إيه؟ ربنا قال لي انت عايز تاخد تلت سنة واحدة؟ خد سنة. طيب انا هديك المعهد اللي انت بتحبه. اهو ما دي تجارب في حياتي. والثانوية العامة اللي انت بتحبها. وانت بتحب الفن ادي المعهد ده معمول عشانك. وببلاش اهو. اتخرجت منه بقى عشان اخد سنة. نكسة 67 اتخرجت 68 اترزعت 6 سنين. ضعف العادة بتلات سنين. انت بياخد 3 سنين خدت 6 سنين. خرجت سنة 74. اللي كان بيخش بعد 67 ده يقعد لغاية خرجت بعد الحرب. كنت في سلاح ايه؟ مشاه. 3 سنين عسكري في الجبهة. و3 سنين ضابط في أسوان.